ومعنا في الاستوديو الخبير في الشؤون الاقتصادية السيد نهاد إسماعيل. أهلا بك سيد نهاد معنا. بداية نود منك أن تشرح لنا أكثر عن طبيعة النفط الليبي وعن الكميات المصدرة إلى الخارج. ليبيا قبل الثورة التي أطاحت بنظام القذافي كانت تنتج ما يزيد عن 1.5 مليون برميل يوميا، الآن تقلص ذلك إلى 600 ألف أو أقل بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، وتم تدمير بعض المنشآت الذي أدت إلى تدهور الكميات التي يمكن استخراجها وتصديرها. لكن القضية الآن قضية لها أبعاد سياسية، أبعاد أمنية، أبعاد تقنية، أبعاد تعاقدية وقانونية. الأمر ليس سهلا. أنا كما رأيت على التقرير. طيب سيد نهاد، سنتحدث عن الأبعاد السياسية لما حصل، لكن نود أن نعرف أيضا أكثر عن، قلت بأنه في كميات معينة تصدر إلى الخارج، هل هذه الكميات وفق قنوات رسمية أم أنه في هناك أيضا محاولات تهريب تأتي في السوق السوداء؟ لا شك عندما تكون دولة في حالة حرب وتكون وغياب أمن وغياب حكومة موحدة مستقلة مركزية، مجال التهريب والسرقات موجود، حتى أن البعض بدأ يتهم الحكومة المعترف بها دوليا وهي حكومة عبدالله الثني الموجودة في طبرق وفي شرق ليبيا، يتهمونها أنها ستلجأ إلى وسائل غير شرعية لتصدير النفط، لأن ليبيا منقسمة. وفي هذا الوضع الشركات الدولية التي تشتري النفط سوف تكون مترددة وخائفة من الخوض في عقود جديدة غير معترف بها قانونيا ودوليا. إذن الشركات الدولية التي بالبداية التزمت بعقود سابقة عن هذا الإعلان ستلتزم بما قررته أو وفق المصرف المركزي الليبي، بالتالي يعني حكومة طرابلس. حكومة طرابلس حاليا أو المؤسسة الوطنية الليبية في طرابلس تقول أنها تريد أن تنأى بنفسها عن الصراع القائم بين الطرفين وتريد أن تكون مستقلة، لكن في الوضع الأمني بالضرورة يحتاج أنها تخضع لمن يسيطر على طرابلس ويسيطر على المنطقة. من الآن، أي جهة، طبرق أم طرابلس هي التي تسيطر على المخزون الأكبر من النفط الليبي؟ في الواقع هناك كميات هائلة في شرق ليبيا في الهلال النفطي. هلال وهذا في أواخر مارس آذار كان هناك لجنة من الأمم المتحدة، لجنة لدعم ليبيا، حصلت على توافق أو أحرزت توافق ما بين الأطراف المتصارعة وهي حراس المنشآت التابع للجيش الليبي والميليشيات التابعة لما يسمى ميليشيات الفجر والشروق وغير ذلك. وهذا حسب ذلك كان المفروض أن ينسحبوا من تلك المنطقة ليسمحوا بمواصلة تصدير النفط، ولكن الآن شكري إسماعيل أحد المتحدثين باسم ميليشيات الفجر والشروق يهدد بعمل عسكري إذا حاولت عبد الله الثني في شرق ليبيا أن يحاول تصدير النفط بتجاوز البنك المركزي والمؤسسة الوطنية. أنشأوا مؤسسة رديفة وحتى أقالوا اليوم المصرف، حاكم المصرف المركزي. لكن سيد نهاد، وضع الشركات الآن العاملة، الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، ماذا ستفعل إذا بين طبرق وطرابلس؟ مع من ستتعامل؟ في الواقع هناك 3 أو 4 شركات تتعامل، ولكن الوحيدة التي بقيت في التعامل واستمرت هي شركة إيني الإيطالية، شركة ليبريسول إسبانية وماراثون الأمريكية انسحبتا أو على الأقل ممكن تقول علقتا أو أوقفتا مؤقتا عملياتهما. يعني الشركة الوحيدة العاملة الآن هي شركة إيني الإيطالية. يعني المثير للسخرية أنه بدل ما جلوس وعقد عقود نفطية مع دولة مركزية في ليبيا، الآن الشركات النفطية تعمل عقود مع ميليشيات من أجل الحماية
ومن أجل الأمن. يعني هذا يفسر لك المهزلة. ولكن هنا من الصعب كما تقول إقناع الشركات الأجنبية العاملة بالنقل التعاقدات إلى شرق البلاد. في اللحظة هذه طبعا مستحيل وصعب جدا، لأن هذه الدول عليها أن تدرس العواقب القانونية والتعاقدية المترتبة على ذلك، لأن العقود بحد ذاتها تشمل شروط فيها شروط للتجديد والتمديد التلقائي عندما ينتهي عقد معين، لا تستطيع الخروج منه بسهولة. لذلك يجب تحديد الناحية القانونية، من هي الشركة المسؤولة عن النفط الليبي؟ البلد منقسمة، وإذا كان هناك شركتين سوف تكون العلاقة مع أوبك مثلا، هل سيكون ممثلين واحد للشرق واحد للغرب؟ هل ستتعامل مع بنوك مختلفة؟ البنوك أيضا تخاف بسبب تهريب الأموال وبسبب القوانين الصارمة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وليس هناك مئات الشركات تتهافت على النفط الليبي رغم أنه ذو جودة عالية ويسمى النفط الخفيف مثل النفط النيجيري، إلا أنه بشكل عام السوق مليئة بالنفط والأسعار انخفضت بشكل كبير رغم الارتفاع النسبي الأخير. لذلك الأمر معقد جدا. ليس معقدا فقط، هناك الآن مشكلة جديدة وهي أن ليبيا تعتمد بشكل كلي تقريبا على عائدات النفط، لا يوجد للبلد 95% من الإيرادات و 60% من حجم الإنتاج الإجمالي اللي بسموه GDP Gross Domestic Product، هذا بالإنجليزي، أنه النفط والغاز هو دم أو الأكسجين الحياة في ليبيا. نعم، والآن سيد نهاد يتوقع في الميزانية الليبية التي لم تقر بعد أن يكون العجز بين 14 إلى 15 مليار دولار، هذا رقم هائل لأن ليبيا تخسر. نعم. المفروض أن تنتج 1.5 مليون برميل يوميا، هذا مع قيمته تقريبا أكثر من 2 مليار دولار بالشهر. هذه القيمة خسرت، تخسرها ليبيا، والخاس الأخير هو الشعب الليبي، ودخول داعش على الساحة عقد الأمور أكثر. أيضا نرحب بالدكتور محمود إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي معنا من طرابلس. أهلا بك سيد محمود. دكتور أهلا وسهلا، فرصة طيبة، ألف شكر لإذاعتكم الموقر على تناول هذا الموضوع الهام والهام جدا، ألا وهو النفط، وما أدراك ما النفط في علاقة اقتصادية وسياسية ملبدة بالغيوم في ظل المتغيرات السياسية والأمنية في ليبيا. طيب، يعني يبدو أن الوضع ملبد بالغيوم أكثر الآن بعد إعلان حكومة طبرق هذا القرار، لماذا تصعد حكومة طبرق في هذا الوقت بالتحديد مع أنه هناك مفاوضات جارية في المغرب؟ أدرك أن حكومة طبرق الآن أعتقد أن هناك نوايا متجهة إلى عملية السيطرة على الشق المالي، الشق المالي الأساسي الذي تعتبر ليبيا بالمطلق هي دولة ريعية، يتمسك النفط في أكثر من 95 إلى 96% من الدخل الليبي، لا يوجد دخل لليبيا غير النفط، وهذا النفط كان قد شهد انتعاشا في بعد بدايه الاحداث او بعد انهيار نظام القذافي، الا انه تراجع بعد الاحداث الاخيره، كل ذلك لم يجعل الحكومات تأتلف فيما بينها بعد هذه الفرقه المختلفه، جهتين تشريعيتين وجهتين تنفيذيتين، وهناك اشياء على المحك، هناك في الصخيرات وغدامس قبله والجزائر يجري وجنيف وغيره، كل ذلك لم يجبرهم او يحاولوا قدر الامكان لملمت الامور من اجل حل. هناك إشكاليات كبيرة اقتصادية، ليبيا تمر بأزمة اقتصادية، مصرفان مركزيان، هناك إجراءات أيضا فيما يتعلق بالنفط. هذا القرار مع جزمنا بأنه إمكانية تنفيذه ربما تكون مستحيلة، لأن هناك قرار صادر من الأمم المتحدة سابقا كان يجب أن يلتفت إليه، وقد نص على تشكيل لجنة بشكل واضح يجب أن يصار إليها أو يعاد إليها آلية إعادة تصدير النفط أو مراقبة ما يتعلق بالتصدير. حصل في النفط الليبي أن حاول البعض تهريبه، ولكن الشريك الأجنبي باعتبار أنه شريك سيحمي مصالحه أيضا، الشركات التي لديها مصالح باعتبار أنها جزء من هذه العقود أو جزء من الأموال المترتبة على التصدير، هي جزء من أموالها وجزء من عوائدها، لا يمكن أن تسمح بعملية بهذا الشكل. ونعتقد أن المجتمع الدولي سيكون هناك لديه موقف واضح فيما يتعلق بالإجراء. أيضا هناك إشكالية متمثلة في آلية التنفيذ، وما هي الضمانات وما هي الإجراءات محمود. كل ذلك سيكون الكثير محل. نعم. الكثير من الإجراءات الصعبة والتعقيدات، إذن مرة أخرى لماذا أقدم حكومة طبرق على هذه الخطوة إذا كانت مستحيلة التنفيذ؟
استحالة التنفيذ هذا لا تدعوهم مباشرة إلى ترك الأمور على حالها، ولذلك هم يحاولون قدر الإمكان أن يرسلوا رسالة أو بأخرى أنه هناك إمكانية لما يمكن أن يبدى على أنه ليس هناك حساب موحد للنفط، أن هناك تشكيك فيما يتعلق بالإجراء، محاولة لتفتيت المركزية أو لتقوية إجراءات أيضا التفاوض. أيضا هناك شيء آخر وهي محاولة إرسال رسائل أخرى لما يتعلق بالمتلقي الموجود بطبرق، أن هذه الحكومة تعمل جهدها من أجل محاولة قدر الإمكان جذب لفت الانتباه إلى أن هذا الإشكال سيحل بخلال أن هذه الحكومة ليس لديها تمويل، وأنها قد عملت المستحيل من أجل خلق تمويل، خاصة وأن الحساب قد فتح في الإمارات. نعم. فقط. وهذا سؤالي دكتور محمود. دكتور محمود، فتح حساب في الإمارات، وبالتالي كما تقول هذه الخطوة ممكن أن تكون مستحيلة التنفيذ، بالتالي هناك يعني من يقول بأنه في جهات معينة أو دول معينة دفعت بحكومة طبرق إلى هذا الإعلان بغية تنفيذ مخططات وأجندة سياسية، ما رأيك؟ ندرك أن بعض الدول لا شك أن لكل دولة أجندة ولكل دولة أهداف وهو أمر مشروع، ولكن هناك بعض الأهداف غير المشروعة. على ليبيا أن تحافظ على سيادتها وعلى وحدة أراضيها وعلى أن تكون هذه الوحدة متمثلة سواء في اقتصادها أو حماية مصالحها وحماية مصالح شعبها. إعادة فتح حساب جديد وتفتيت المؤسسة وهي مؤسسة عريقة أنشئت منذ الخمسينات استمرت، كون أن هناك مركزية في ليبيا نعم، ولكن قامت الثورة من أجل تفتيت هذه المركزية. عملية خلق جهازين موجودات أو شركتين سيكون هناك من الخطر الكبير جدا جدا جدا. هناك بعض الدول تسعى لا شك في محاولة قدر الإمكان تفتيت الدولة الليبية أو الدخول والولوج أو إعادة تصدير بعض إشكالياتها كما هو بعض الجيران، ولكن مع هذا وذاك نجزم بأن الإشكال أكبر وإمكانية أن يكون هناك حل هو أرحب، والليبيون قادمون على الحوار من أجل أن يكون هناك توافق بالمطلق. شكرا لك دكتور محمود إسماعيل في طرابلس. تعليق. لا أختلف مع الضيف الكريم من ليبيا، ولكن أريد أن أقول أن المؤسسة الوطنية الليبية في طرابلس في حوزتها كل الوثائق التعاقدية الهامة، البيانات المتعلقة بالإنتاج الليبي، خرائط المسح الجيولوجي للمنطقة، هناك آبار لسه لم يتم استخدامها، هناك مناطق تم اكتشافها ولكن لم يتم استخراج النفط بها، هناك أمور مستندات وبيانات هامة جدا، هذه ليست موجودة في المؤسسة الجديدة. سيبدأ من الصفر لبناء مؤسسة جديدة، ولذلك الحل يجب أن يكون الوحدة الوطنية وبنك مركزي واحد وشركة ومؤسسة وطنية واحدة تتعامل مع شركات العالم، لأن الشعب الليبي بعد 40 عاما من حكم الطغاة والديكتاتوريين والآن الفوضى الأمنية بحاجة أن يعيش بمستوى الكويت أو الإمارات بسبب الثروة النفطية الهائلة. شكرا جزيلا لك سيد نهاد إسماعيل الخبير في الشؤون الاقتصادية.